شبه مشاركات الدوري السوري. هذا بارج أم أول صار مشاركة ما براسي أم ملاح كنا مركزات دوا دركتن جبرا ملاح كنت عقدا تشيك من هناك أمور أخوة بسرعة دكين براسي إيصال بقيا دسبيكا موسم سيتشار عقد مشاركة براسي تشيكي ماسي جمع هابو المعانين نفريق دعما نقوتي و قادر الفني مدينة جوارا فيداري وانا كي وما طموح عندنا في الشيخ وانو راسي هم دوري سوري بس يعني ومن ذاك غرب اسيا يعني او طموحي ما بو دس بيك تحضير قادر الفني تخسير لك يعني باش بو يعني المولو انا كي ام ذاك انا شايف مرحلة ذهاب ام ليست يعني بين وراني وام ذاك انا متصدر دوي مرحلة ده بغرانا قد يعني هنا كي ماسي ما هو ماسي مسرواج يمشي شغل يعني فترة دمحسي ما وقت مرحب وراس يعني يا وكي ماسي ابو نموج يم مساري كار باش يعني و تسبيكان بغرانا بحرا ياب يعني فرق قال لك براسي ب فريق الخويا كري يعني فترة ذهاب باش تربو مباراة مثلا ديا حاسم بمحافظة حمص ربو او فاصل الدولي ده ومباراة جي نحن نعم سكت نقول تيما دوري فصلان بري جولات علي وجولات علي جي بسلمية ربو وكي ختامي بو دار يعني دو دجا قلت يعني ما جوازي فردي حمل فريق يعني و بطولات دوري يعني انو نادي هلال يعني صرخوا تعابي بجدارة او بطولات حاطة صلان يعني و تالي هاي رجبا سنت خوازن شكرا هالكسيب يعني داعمين نادي قمرا سكنين يعني اهلي بقى لعبا كادري فني لاعب خو يعني بس يقول لك يعني دستي واساق بحمة يقول حتى كان بين جحاه راك جبر براسي تعبك جهدك هبو خاصة سربا لعب أنا كيت فترة أسبوع كيد عم شار مباراة ليستن ضغط يعني قال كي تعب هبو ساكي دستي حمك ساق بإن شاء الله وام بس كفتنا أنا كجي وتي ديالي حمي وتي من تدخل كيان يبي هناك يخش يقول كيف دريبا لعبك وليستن وبي قال لك وانه ابقى كدو تعب داني او يكدوا ابو ان شاء الله.